إلى فقرتنا الطبية، حيث قد تتكون أو تكون حصى الكلى صغيرة بحجم حبيبات الرمل أو كبيرة بحجم كرة الجولف، ومن الممكن أن تبقى الحصى داخل الكليتين أو أن تتحرك إلى خارج الجسم بواسطة الجهاز البولي. وقد لا تظهر أعراض في بداية الأمر، لكن وجود ألم ودم في البول إنذار بوجوب التدخل الطبي الفوري. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسام القضاء، استشاري أمراض مسالك بولية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح النور، كيف حالكم؟ يسعد صباح. الحمد لله. شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك دكتور. في البداية حدثنا عن ما هي حصوات الكلى وكيف تتشكل داخل الكلى. حصوات الكلى عبارة عن كريستالات بلورية تنتج من ترسب بعض المواد، تجمع الكريستالات مع بعضها البعض، تجمع عبارة عن أجسام صلبة عادة جوا الكلية، تنتقل إما بتبقى جوا الكلية أو ممكن إذا كان حجمها صغير ممكن تنتقل من الكلية عن طريق الحالب باتجاه المثانة، فبتصير لها فلاشينج أو بتمر مع البول اللي نازل. لما بتسبب انسداد في الحالب هذا هو أكثر سبب للمغص الكلوي أو ألم المسالك البولية. بصير عن الإنسان المغص الكلوي اللي بيضطره أنه يراجع الطبيب. الألم عادة بيكون عبارة عن ألم حاد بيجي على الخاصرة وبنتقل باتجاه المنطقة أسفل البطن. دكتور، يمكن كثير من الناس تعلم أن أسباب حصى الكلى غالبا يكون نوعية المياه اللي يشربوها، لكن هل هي مؤثرة؟ هل هي السبب الأساسي في تكوين الحصوات فقط أم هناك أسباب أخرى؟ لا، هو يعني هو هذا خطأ شائع. أغلب مش الماء؟ لا، هو قلة شرب الماء. مش نوعية الماء، يعني إحنا الإنسان اللي عنده يعني بالنهاية الحصى عبارة عن كريستالات تترسب لما يكون البول مركز زيادة بهذه الكريستالات. يعني الإنسان إذا بيشرب كمية سوائل كفاية، شرب الماء شيء ممتاز كثير، يشرب كمية ماء كفاية بيكون عنده البول غير مركز وبصيرش عنده ترسب للحصوات. ولكن أغلب الأملاح والأحماض اللي بتيجي بتترسب في المسالك البولية بتيجي من الطعام مش من الماء. يعني بتيجي مثلا يعني حصوات، يعني اغلب اكثر انواع الحصوات هي الكالسيوم اوكزاليت، والمركب الرئيسي فيها للتكون اللي هو الاوكزاليت. فالاوكزاليت موجود في السبانخ، في الباميه، في الحليب فيه كالسيوم، والكالسيوم ممكن نحكي كمان شوي انه الكالسيوم بالعكس بيعمل وقايه اصلا من الحصوات. يعني واحد من الاخطاء الشائعه انه انا اذا عندي حصوات مش لازم اشرب المنتجات الجبال والالبان، بالعكس وجود الكالسيوم بيرتبط في الأوكزاليت في الأمعاء وبيمنع تكون، بيقلل من احتمالية تكون الحصوات. عشان هيك الإنسان لازم ياخذ، اللي عنده حصوات لازم ياخذ منتجات الألبان، طبعا كل شيء بكميات معتدلة، يعني بصيرش انه يكون بكميات كبيرة كثير. طيب دكتور، الأعراض، يمكن بعض الأشخاص بيقول انه او بعض الأطباء بيقولوا انه ما فيش أعراض واضحة للحصوات او الأوجاع التي تظهر للكليتين عند التحرك هذه الحصوات من الكليتين إلى مناطق أخرى، يمكن أن يشعر المريض بالألم. مزبوط، أكثر سبب للألم اللي هو تحرك الحصوة من الكلية إلى الحالب. ولكن في ناس والكلية والحصى في الكلية ممكن إذا كان في عنده قلة شرب سوائل، كنا نشوف برمضان خلال الصيام برمضان بيصير في عنده ألم بمنطقة الكلية. لما بتنتقل الحصوة باتجاه الحالب بتسبب المغص الكلوي المشهور جدا، وهو ألم شديد جدا، يعني يقارن عند النساء بألم الولادة، يعني ثاني شيء بعد ألم الولادة من حيث قوة الألم. طب إزاي المريض يعرف إنه عنده مشكلة في الكليتين؟ حسب مكان الألم، حكينا في الخاصرة بينتقل باتجاه أسفل البطن، ممكن يكون معه دم في البول، تغير في كمية البول اللي بتظهر معه، ممكن يكون مصاحب بغثيان واستفراغ مرات، وبعض الأحيان بيكون في عندهم حرارة. طب دكتور، في بعض الحصوات تتحلل مع الأغذية، ما أعرف إذا هذا صحيح، وفي بعض الآخر يجب أن يكون في تدخل جراحي لإزالتها. متى تحلل بالأغذية؟ ما نوع الأغذية بالضبط؟ ومتى لازم نتدخل جراحيا؟ الحصوات اللي بتدوب هي حصوات اليوريك أسيد. اليوريك أسيد حمض البول، اللي هو بنسميه عند الناس بيكون عندهم في الدم ارتفاع في اليوريك أسيد اللي هو النقرس بنسميه. فلما يكون الحصوة سببها اليوريك أسيد فهذه بتدوب. يعني إذا رفعنا البي اتش تبعت اليورين ببعض الأدوية اللي بنستخدمها وزدنا كمية شرب السوائل، ممكن هذه الحصوة تدوب عن بعضها وتصير عبارة عن ترجع مرة ثانية لمادة ذائبة وتنزل مع البول. الحصوات الكلسية ما بتدوب. الحصوات الكلسية إما بدها تمر إذا كان حجمها صغير، إذا كانت الحصوة أقل من 5 ملي
ف 90% 90% منهم بيمروا مع البول. الحصوات الاكثر من 5 ملي من 5 ل 7 ملي في عندنا 50% تشانس انها تمر و 50% ما تمرش. اذا كانت 7 ملي فما فوق فهذه صعب انها تمر، يعني اقل من 10% بتمر. بالتالي ننصح المريض انه في عندنا طرق مختلفة حسب حجم ومكان الحصوة، إذا كان في الكلية ممكن نعملها أو في الحالب من فوق ممكن نعملها الموجات التصادمية عبارة عن تفتيت الحصوة، عبارة عن جهاز بيتركب على جنب البطن ببنج موضعي بدون بنج كامل، جلسة مدة 20 دقيقة تعطي موجات للحصوة تعملها يعني تفتيت وتكسير إلى رملات صغيرة جدا وبكون متبر مع البول. الناس اللي الحصوة بتكون في أسفل الحالب وعاملة انسداد، فهذول الناس بنعمل اغلب الناس الان هو عباره عن عمليه منظار وليزر تحت بنج كامل، ولكن عمليه بسيطه جدا. شكرا لك دكتور على وجودك معنا. الدكتور حسام القضاء استشاري امراض مسالك بوليه، تحدثنا عن حصاء الكليتين، شكرا جزيلا لك. عفوا جزيلا. حطم الغواص البريطاني راي وولي البالغ من العمر 95 عاما الرقم القياسي في الغطس تحت الماء للمرة الثانية على التوالي ليكون أكبر غطاس في العالم.